عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنزلكم النهاردة فيديو مهم جدا لكل ست بيت، وهو تلميع الألمونيوم. تحطيه كده تلاقيه بيلمع زي الفضة بإذن الله عندك في المطبخ، بوصفة يعني حاجات ومكونات بنرميها كده في الزبالة هنستعملها كده لتنظيف الألمونيوم. وصفة كده سهلة وحلوة قوي قوي، هتعجبكم وهتضيع كل الصفار والاتساخات والدهون اللي لازقه كده زي ما انتم شايفين على الطاسات وعلى الصواني وعلى الحلل كمان. هنبتدي كده باصعب حاجه، وهي الطاسه الصغننه دي او الصينيه الصغننه دي، ودي انا كنت بقلي فيها فلفل. فطبعا زي ما انتم شايفين الزيت عمل فيها ايه معايا. بقى المكون دوت عاملاه من حوالي 3 شهور، ارجعوا كده على القناه خدوا لكم لفه باذن الله هتعجبكم فيها الفيديو دوت لتنظيف البوتاجيز. كنت عاملاه، هنزل لكم دلوقتي ايه ده بالظبط المعجون دوت اللي معانا، حطاه في الثلاجه ولا جراره اي حاجه اكتر من 3 شهور في الثلاجه. زي ما انتم شايفين كده بقى هو ساقع والجو حر بقى، وايه وانا قاعده منتعشه كده من الريحه الحلوه اللي في المطبخ كده زي ما انتم شايفين معايا. خدت منه كده حوالي 5 معالق، وهنزل عليه بحاجة طبعا هتلمع وتنظف معانا الألمونيا لأول مرة. معانا الزهرة البيضة، الزهرة البيضة أحسن من البطاس في التنظيف، وكمان مش بتضر الألمونيوم. معايا معلقة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده من الزهرة البيضة، وهحط كمان مكونات بقى من عندي. هحط كمان سكر، ده سكر اللي احنا بنشرب بيه الشاي زي ما انتوا شايفين معايا كده، حوالي 2 معلقة سكر. السكر هيعمل ايه بقى؟ هيخلي المكون ده لزج معانا كده عامل زي الصابون. وكمان هحط 2 معلقة من الملح زي ما انتوا شايفين كده. المكونات اللي احنا حاطينها هو قشر استفندي وليمون مسلوق ومضروب في الخلاط او في الكبه، ومعاهم بقى الملح كده كاننا عملنا ملح ليمون. وزي ما انتم شايفين معانا الخلطه اللي هتنضف معانا الالمونيا باذن الله. وممكن تستغنوا عن الملح وعن السكر وعن الزهره البيضة وتستخدموا بس الخلطه اللي احنا عاملينها ديت، ويعني بصوا باذن الله هتلمع لكم الالمونيا وهتعجبكم. انا من غير حلفان هقول لكم ان انا عامله ما حطيتش نقطه صابون في الحلل الالمونيا، وهتشوفوا اللمعه بتاعتها عامله ازاي. عايزه منكم لايكات كتير ترفعوا الفيديو، وعايزه منكم دعم يا احلى اخوات في الدنيا كلها. كل الناس اللي بتدخل تشترك عندي في القناه على راسي من فوق يعني كل الشكر ليكم. طبعا انتوا اخواتي، مش محتاجه ان انا اوصيكم ان انتوا تحطوا اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو لاكبر عدد من الناس باذن الله يشوفوه ويستفادوا. طبعا المكونات دي اكتريتنا بعد ما بناكل الاستفندي او البرتقال او بنستعمل الليمون بنرمي القشور دي كلها في الزبالة. انا كنت بحوشها في الفريزر، وبعد ما بحوشها بعمل كمية حلوة كده، وبعد كده اخدهم اسلقهم على البوتاجاز لحد ما يستوي خالص خالص، وبعد كده اضربهم في الكبة واحتفظ بيهم زي ما انتم شفتوا كده معايا. يعني عايزة اقول لكم من 3 شهور انا ما عملتش الخلطة دي، فانا لسه بقى هبتدي من اول وجديد عشان خلصت معايا، هعملها باذن الله قبل ما البرتقال يختفي خالص من السوق الاستفندي. طبعا زي ما انتم شايفين الحل الصينية دي كانت بصوا مليانة صفار ودهون فظيعة. فطبعا الخلطة كده ايه الحلوه كده اللي معانا ديت هناخدها بقى على حل الالمونيا كلها وبالسلك البلدي بتاعنا العادي، وهجيب حته سلكه كده بس تكون حلوه كده. واي بصوا اي حاجه قديمه عندك افرشيها على الرخامه عشان هتنزل سواد من الالمونيوم. عايزه اقول لكم ان السلكه في ايدي سودا، وبصوا طبقه كده سودا من الالمونيوم بتنزل حتى لو نضيف زي ما انتم شايفين كده. هو دوت الغطا مكان ما البخار عامل كده ايه زي سحابه كده على الغطا. فانا طبعا ايه بحب اشوف الالمونيا بتلمع، وعندي الفيديو اللي فات عملت لكم فيه الحل الالمونيا اللي انا مش بستعملها عشان استعملها، حاولت ان انا انضفها معاكم بالباور. اللي ما شافوش يرجع يشوفه، وبرده روحوا شوفوا الفيديو بتاع طاسات الالومنيوم اللي نتفت كده من اول مره استعملنا فيها المكون اللي هو الاسيتون. باذن الله هتنبهروا من الفيديو ده. عايزاكم كده تاخدوا لفه في القناه وتقولوا لي رايكم ايه، وعايزه كده دعم كبير منكم. زي ما انتم شايفين شطفت الغطا كده وبقى يلمع. عايزه اقول لكم ما عملتش مجهود خالص في تنظيف الالومنيوم المره دي. بصي نزلت كل الالومنيوم اللي عندي، الصواني اللي انا ركناها مش بستعملها، والحاجات اللي انا بستعملها كمان، وفي حاجات انا كنت بطبخ يعني وبعمل اكل على البوتاجاز فطبعا ما غسلتهاش، قلت اما اخلص وكده وانضفها هغسلها. بس المعجون بقى بتاعنا خلص، فانا ايه هضطر ان انا اعمله تاني من اول وجديد. زي ما انتم شايفين بقى كده مسكت الطاسه، بصوا السواد اللي بيطلع دوت، السواد اللي بيطلع دوت من التفاعل الخلطه اللي احنا عاملينها بتشيل كده الطبقه السوداء او الغامقه اللي هي في الالومنيوم حتى
لو ما كانش عليه زيوت وحروق بيبقى برضو فيها طبقة عايزة تنضف كده عشان تدينا اللمعة الحلوة بتاعت الألمونيوم زي ما انتم شايفين كده معايا. وكل حاجة بغسلها بروح كده اشطفها على الحوض واجيبها لكم اهي واوريه لكم على طول. الحوض ورايا على طول، بس انا ايه بعمل اكل وحاطه فراخ وحاجات في الحوض بقى وانضفها، فمش قادرة ان انا ايه اصور لكم عند الحوض. وكمان المنطقة اللي عند الحوض المطبقية فوقيها على طول، فالدنيا ضلمة هناك، تحسوا ان انتم مش هتشوفوا حاجة اصلا فوق الحوض. المهم اصعب حاجة بقى انا غسلت بقى كل الحاجات اللي معايا، ودي ايه الطاسه اخر حاجه. بصوا كان الكميه كده خلصت اللي معايا. عايزه اقول لكم ان هو كان معايا ربع البطرمون اصلا، يعني انا بستعمله بقى لي فتره كبيره، وقلت بقى ايه انزل لكم الفيديو دوت بما انه مش مكلف خالص ولا هتشتروا حاجه من بره خالص. وكميه الزهره البيضاء اللي كانت معايا في الكيس دي بخمسة جنيه انا خدت منها معلقه. الزهره البيضاء دي لغسيل البطاطين، لغسيل الملابس، لغسيل بصوا لتنظيف كل حاجه سبحان الله، يعني بتنظف بطريقه يعني البقع وكل حاجه. باذن الله هنعمل فيديوهات غسيل البطاطين، انتظروني كده فيديوهات قويه قوي للتنظيف قريب جدا. عايزه بس كومنتات كده مشجعه منكم، وعايزه ايه تحفيز كده باللايك بقى بتاعكم كده الحلو زي ما كده شجعتوني في فيديو الطاسات اللي نضفنا الطاسه دي. فاكرين كانت الطاسه محروقه خالص ونضفناها كده بكل سهوله مع بعض. عايزه كده دعم منكم، احلى اخوات في الدنيا كلها، مش هتبخلوا عليا بالدعم، جزاكم الله كل خير. زي ما انتم شايفين بقى مسكت الطاسه، الصفار ده بيطلع كده بصوا يعني ما فيش مجهود خالص. زي ما انتم شايفين القماشه اللي انا فرشاها ديت بصوا عملت ازاي، شلتها بقى كده على طول على الزباله خلاص كده. وهجيب بقى شويه من خلاص كده كان الخلطه خلصت على الرخامه بقى هوريكم لمعه الرخامه. حطيت عليها شويه ميه كده وحطيتها على الرخامه، وبالسلكه برده كده هغسل الرخامه. والله يا جماعه ما حطيت ولا نقطه صابون اقسم بالله في التنظيف بتاع الصواني ولا الالومنيوم ولا الرخامه زي ما انتم شايفين كده، وهتشوفوا اللمعه بنفسكم. مسكت بقى كده زي ما انتم شايفين الرخامه غسلتها غسله حلوه كده على طول كده، مشيت عليها السلكه يعني مسافه كده بس ما حطيت الخلطه بتاعتنا اللي فيها ليمون وقشر الاستفندي دي. زي ما انتم شايفين اللمعه بتاعه الرخامه عامله زي المرايه، كاني خيالي في الرخامه زي ما انتم شايفين معايا كده. هشطف الفوطه كده على الحوض وهرجع تاني امسح بقى الرخامه مسحه كمان والسيراميك اللي حوالين الرخامه، مكان بس ما كنت بعمل الخلطه اتنطرت كده على السيراميك زي ما انتم شايفين بقت زي الفل. هفرش بقى اي فوطه عندي علشان اصفي عليها الحاجات اللي احنا غسلناها مع بعض. انا غسلتهم مع نفسي اكتريتهم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. عايزه بقى منكم لايكات كتير كتير للفيديو دوت، وشكرا ليكم كلكم للناس اللي بتتفرج عليا على راسي من فوق. زي ما انتم شايفين اللمعه كده بتاعت الالومنيوم بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش احسن من كده ولا اسهل من كده. مكونات بسيطه وكنا بنرميها وما كناش بنستعملها خالص، فطبعا يعني ولا تكلفه ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين كده معايا. عايزه اقول لكم لو انتوا جربتوا الوصفه ديت في تنظيف الالومنيوم هتستغنوا خالص عن اي منظفات غاليه او اي تعب. هو كده بس مسافه ما بتمشوا بالسلكه فبتلاقوا لمعه في الالومنيوم سبحان الله، ودوت طبعا من التفاعل بتاع الليمون وقشر الاستفندي. وعايزه اقول لكم على ريحته قلبه بصوا المطبخ فيه انتعاش كده وريحه حلوه في المطبخ والله العظيم بجد. باذن الله الخلطه دي هتعجبكم. انا هنا كنت فاكره بقى اللي الصوره واضحه وعماله ارص لكم الالومنيوم فوق بعض، هوريها لكم دلوقتي هتشوفوا معايا كده. حطيتهم بقى كلهم كده هنا يتصفوا عشان هشيلهم في المطبخ من فوق. ايه رايكم ايه في الفيديو، استفدتوا ولا لا؟ من غير صابون ولا نقطه صابون ولا كلور ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين، خلينا الالومنيوم بتبرق كده وتلمع زي الفضه بسم الله ما شاء الله. عايزه الدعم منكم وعايزه لايكات كتير كده منكم، وشكرا وجزاكم الله كل خير. هسيبكم بقى في امان الله، ما تنسوش كده تجربوا الخلط وتقولي رايكم ايه. مع السلامه.